بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج روفيت 2025، والنهاردة هتكلم عن أمر سويب في البرنامج. أنا عشان أظهر أمر سويب في برنامج ريفيت باجي عند أركيتكتشر، وبعدين كومبوننت، وبعدين موديل إن بليس، وهنا بختار جينيريك مودلز، تمام؟ وبعدين أقول له أوكي. أوكي ظهر لي هنا الفورمس، وانا شرحت المرة اللي فاتت الريفولف، النهاردة هشرح سويب. هاجي ادوس على سويب بالشكل ده كده، وبعدين عندي في هنا سكتش باث هدوس عليها، واجي ارسم باث، مثلا باث بالشكل ده كده اهو، وبعدين ادوس بيمين ماوس واجي اعمل ارك ما بين الخط ده والخط ده، فلت بالشكل ده كده، نفس الكلام ما بين ده وده زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ وبعدين اقول له صح، هروح على 3D، هيظهر لي هنا ادي اللي هي البروفايل، باجي ادوس هنا، عندي هنا في سويب الجزء اللي هنا ده، هدوس على سيلكت بروفايل، اتفتح لي اديت بروفايل، بدوس عليها بالشكل ده كده، تمام؟ وبعدين اجي اعمل سيركل، ارسم سيركل هنا اهي بالشكل ده، اكبرها شويه عشان بعد كده هنعمل الايه الفويد سويب، فلازم اكبر عشان نبينها لكم. يبقى ادي السيركل خلصت، خلاص باجي اعمل له صح فينش، وبعدين فينش، عمل لي سويب زي ما احنا شايفين كده اهي. لو جينا شفناها شدت اتعملت لي، واتعملت لي هنا بقى سويب ايه مصمطه زي ما احنا شايفين. طيب انا هروح على امر، هروح اقول له كرييت، وبعدين هنا في الفويد فورمز، انا شرحتها برضو المره اللي فاتت مع ريفولف، شرحت الفويد ريفولف، انا هنا هشرح الفويد سويب. هاجي ادوس على فويد سويب، وبعدين هرجع على ليفل 1، تمام كده ظاهر لي الشكل زي ما احنا شايفين، وهاجي هقول له سكتش باث، واجي ارسم من النص كده اهو لحد مثلا الجزئيه دي، وبعدين اعمل الارك، هدوس على ارك اهو بالشكل ده، بعدين لاين، انا بعمل في داخل الرسمه بتاعتي اهو، بعمل باث بنفس الحركه اللي عندي، وبعدين ارك بالشكل ده، وبعدين لاين، هقفل كده، بدوس بيمين ماوس كنسل، وبعدين اقول له صح، ونرجع على 3D اهو، شايفين الباص ماشي لجوه كده، انا هاجي اعمل تفريج للاسطوانه اللي انا عملتها دي، وبعدين اقول له سيلكت بروفايل اديت بروفايل، واجي اعمل هنا دايره برضو بنفس الشكل تكون اصغر عشان يديني سمك اهو، وبعدين اعمل له صح، وبعدين صح، هنيجي نشوفها مع بعض، شايفين فرغ لي الاسطوانه زي ما احنا شايفين كده فرغت. يبقى ده ميزه الفويد عندي. ممكن اوضحها لكم اكتر لو انا جيت مثلا رحت على كرييت، وبعدين فويد فورمز، وبعدين عملت فويد سويب، وجيت رسمت سكتش باس خارجي بقى مقاطع لايه للشكل ده اهو، يعني مثلا كده اهو، مثلا كده كده كده، تمام؟ وبعدين عملت صح سكتش بروفايل، وبعدين اديت بروفايل، وبعدين مثلا جيت رسمت بولوجن من هنا اهو الحته دي كده،
تمام وعملت صح صح شايفين عمل ايه؟ قطع الاسطوانه اللي موجوده عندي هنا اهي، قطعها بالشكل ده. لو جينا عملنا فينيش ظهرت لي اكتر اهي، شايفين ادي الفويد سويب اهي. يبقى دي ميزتها ان انا ممكن اعمل قطع عن طريق ان انا بعمل باث. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.